أطلق التحالف الوطني اليوم الجمعة الموافق 24 من مايو لعام 2024 قافلة ستر وعافية رقم 30، والتي استهدفت أكثر من 20,000 مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان وبمشاركة كيانات ومؤسسات من التحالف الوطني. القافلة شملت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية والتي تضم العديد من التخصصات: بطنة، نساء، أسنان، رمد، أطفال، أنف وأذن، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الضغط والسكر وتحضير قوائم العمليات للحالات التي تستدعي ذلك. كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. تضمنت أيضا القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها الكثير من الأنشطة. هذا واهتمت القافلة أيضا بشق التمكين الاقتصادي بقبول طلبات المساعدة في إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات. أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات من التحالف و250 متطوع للتنظيم من مختلف كيانات والمؤسسات.